ندرسكم اكسل وورد وباوربوينت وانتم صيادله؟ ليش ندرسكم؟ اولا هاي الابلكيشن اللي احنا بدنا نعطيكم اياها، هذا موضوع هاي تدخل بالحياه العمليه كلش هوايه، يعني ايش قد ما تتصورون لها تطبيقاتها. وانتم كصيادله ان شاء الله تكونون صيادله عن قريب، ما بقي هي 3 سنوات، انتم كصيادله ايضا كلش هوايه تحتاجون هذا الموضوع. زين، بالنسبة للأكسل، يعني أنا بصراحة شفت زملاء عندنا زملائنا من أساتذتكم الصيادلة جدا أقوياء بالأوفيس أبليكيشن، وشنو فائدتها؟ قلنا لكم السكيلز، أنا ما راح أدخل وياكم بالموضوع بالديب على مود الوقت لا ياخذني، بس شيء بسيط نحكي عنها، يعني إن شاء الله بالمحاضرة الجاية دكتور حسين يتوسع بالموضوع. يعني مثلا كل خريج، كل مختص لازم يكون عنده مهارات. اكو سوفت وير واكو هارد وير، سوفت وير سكيل واكو هارد وير سكيل، اضافه الى مهارات اخرى. انا احكي فيما يخص الحاسوب. صدقوني حتى من تكون انت قوي باختصاصك وتروح حتى تتعين المجال، يقول لك شنو المهارات اللي عندك غير الاختصاص. وجزء جدا قوي هي المهارات المهمه جدا جدا بالوقت الحالي واللي العالم كله يتبعها، هي مهارات الحاسوب بشقيها الهاردوير والسوفتوير، ومهارات اللغة الإنجليزية. هذا موضوع جدا جدا مهم، احنا العراقيين بشكل عام نقرأ بالإنجليزي أقوياء، نفهم بسهولة، لكن بالكونفرزيشن يكون أكو بالمحادثة يكون أكو نوع من الضعف شوية عند الأغلبية. يعني قصدي هذا موضوع أنا ما أريد أدخل به هواية، بس المهارات مهمة جدا جدا، وهاي نصيحة، وإن شاء الله دكتور حسين بالمحاضرة الجاية يكمل وياكم. طلاب، محاضرتنا اليوم هي مايكروسوفت أكسل، ومثل ما واضحة قدامكم محاضرتنا اليوم ما راح ندخل كثير نركز، راح نشوفون هاي النقاط اللي أمامنا هي اللي راح نتناولها اليوم ومحاضرتنا. طبعا تشوفوها كلش هواية، بس هي كل نقطة بيهم عبارة عن كليك معين. خلينا نفتح الأكسل، نسوي له شير. طلاب، كم واحد بيكم يعرف اكسل؟ اذا اكو واحد خليه يكتب يجاوب، واذا ماكو ما عندنا مشكله. نبدي محاضرتنا اليوم. ماكو ولا واحد؟ محمد، تمام. يعني اكو بيكم عند اوليات نعمة. طلع المايكروسوفت اكسل هو واحد من الاوفيس ابليكيشن. موضوع الاكسل موضوع جدا، مادة الاكسل او التطبيق اللي هو المايكروسوفت اكسل هو موضوع جدا جدا مهم وبوقتنا الحالي، وكثير من دوائرنا في جميع التخصصات هم بالمجال الاداري والمجال
الخزن، خصوصا انتم كصيادله ان شاء الله بالمستقبل عندما راح تكونوا تشتغلون المداخل او الصيدليات راح يكون الاكسل موضوع جدا مفيد ومهم. الاكسل يمتاز الميزات منها، اولا الامكانياته عاليه، امكانياته جدا عاليه، واستخدامه سهل، يمتاز بالبساطه، استخدامه جدا سهل وامكانياته جدا عاليه. ما اعرف يعني اريد اقول بنوع من المتعه، طبعا هو المتعه تجي من انه من انت تكون عندك امكانيه في مجال معين وتكون النتائج امامك تظهر بسهوله بدون صعوبه، اكيد راح يكون متعه بالمجال. انا واحد من الناس اشوف اكو متعه بالعمل على اكسل. شنو هو الاكسل؟ هو تطبيق، احدى تطبيقات مايكروس شركه مايكروسوفت، يعني ينزل فيرجنات عديده. الفيرجن اللي احنا نشتغل عليه طبعا ماكو ذيك، بالنسبه لكم ما راح تشوفون فروقات بين ال16 وال19 او القبله، فروقات كلش بسيطه لان احنا اصلا ما راح ندخل بالديب، راح يكون شغلنا كيوزر اعتيادي. المايكروسوفت اكسل هو مثل قلنا احنا هو واحد من التطبيقات شركه مايكروسوفت. احنا انتم تعرفون الوورد اغلبكم، واللي كنا اخذته بصف اول واخذته باوربوينت بالسمستر الاول. من ناحية العمومية، من ناحية الشكل هو يكون متشابه جدا. هنا موجود المنيو بار، هنا موجود الايكونات لكل قائمة، من ندوسها تطلع عندنا الايكونات، نقدر نتنقل بيناتها عن طريق الماوس. كل واحدة بيهم لها استخدامات الخاصة. الموجود هنا هذا نسميه الفورمولا بار، شريط الدوال. هنا شريط هاي المربع هذا هو، اذا تشوفونه مجرد داخل عليه ده يطلع اسم، هو النيم بوكس. هسه نجي شنو نجيها بالتسلسل وحده بوحده. هذا من نريد نضيف اي داله معينه نضغط هنا او نكتب هنا، هذا موضوع بعدين نجي بالتفصيل. هنا عندنا المهم هذا المساحة البيضاء اللي لونها الخلفية مالتها بيضاء أو بيضاء، تكون على شكل مربعات صغيرة، خطوط وتقاطعات، تكون على شكل مستطيلات، العفو، صغيرة. هاي المستطيلات أعدادها كلش هواية، كصفوف يعني يوصل بالمليون وكسر، وكأعمدة أصلا بالكذا عليه توصل أكثر من 250 ألف، كلها متاحة للاستخدام وإمكانيات كلش. شنو شو راح نتعامل وياها؟ تفضل. هسه راح نبدي بالضبط. هذا الحروف، هذا شوفوا الـ A B C D، هذه هي عبارة عن أعمدة كولوم، هاي نسميها أعمدة. كل عمود إلى عنوان، العنوان مالته هو حرف معين، لكن مثلا تخلص الحروف، من تخلص الحروف إلى نوصل للزيت، شلون العنوان اللي بعد هيدي يجي AA AB AC AD وهكذا إلى أن نوصل إلى آخر صف اللي هو XFD. هذا العفو آخر عمود موجود، هذا عنوانه، وأول عمود هو عنوانه الأي. الاي هذا هي هذا بالنسبه للاعمده قلنا. بالنسبه للصفوف، للصفوف يكون عناوينها ارقام، ارقام. هذا الصف العاشر، هذا الصف 11، هذا الصف 12، هذه هي الصفوف عناوينها ارقام الى ان ننزل الى اخر صف اللي هو رقمه مثل ما تشوفونه أمامكم، مثل ما تشوفونه أمامكم. تمام زين. هذا بالنسبة قلنا هذا الصف هو اللي عنوانه أي، بالنسبة للعمود اللي هو عنوانه أرقام رو كولوم. لكن نقطة الانترسكشن بين الرو والكولوم شنو راح ينتج لنا؟ هاي النقطة المعينة هنا مثلا الكولوم أي والرو واحد، هاي النقطة التقاطع، هاي الخلية نسميها السيارة، هاي الخلية العفو، هاي نقطة التقاطع ينتج لنا مستطيل. هذا المستطيل الصغير اسمه سيل، خلية، مجموعهم سيلز. هاي الخلية لها عنوان، شنو عنوانه؟ احنا قلنا العمود عنوانه اي والصف عنوانه واحد. طيب
نقطة التقاطع أنتجونا خلية على شكل مستطيل صغير، شنو اسمها؟ شنو عنوانها راح يكون؟ هذا العنوان يظهر هنا، واللي احنا قبل شوية حكينا وقلنا هذا المستطيل هو يطلع به العنوان. طيب صار عندنا عمود صف خلية. زين. مجموع الجدول هو عادة العفو، كل جدول هو مجموعة من الخلايا، العفو مجموعة من الأعمدة تتقاطع مع صفوف فتنتج لنا مجموعة من الخلايا. أول خلية بالجدول هي A1، هذا الجدول اللي أمامنا أنا دا أتكلم. آخر خلية نشوف عنوانها شنو، هي H7. أوكي، أول خلية A1، آخر خلية H7. إحنا الباوربوينت اللي شفناه قبل شوية وقلنا شنو النقاط اللي راح نتحدث عنها اليوم. شلون يبدي الأكسل؟ شلون يبدي الأكسل؟ أول نقطة نجي هي starting Excel. الأكسل يا أما أبدي منه وأختار أكسل، هذا هياته، وأضغطه يفتح الأكسل، أو يكون عندي موجود أصلاً هو على التسك بار، مجرد أنا أضغط كليك مثل ما أنا هسه سويته بهالشكل ويفتح، أو من يكون مسوي له شورت كات على سطح المكتب. هاي النقطة الأولى بالباوربوينت. شلون هسه عندنا أريد أفتح هذا، بعدين نرجع للجدول طلاب. هسه شلون أختار؟ أريد أكو ها عفوا طلاب، بالأكسل قلنا هاي الواجهة الرئيسية. طيب هنا إذا تشوفون شيت 1، شيت 1 هو عنوان لورقة عمل، ورقة عمل نسميها شيت 1، نسميها شيت 1. لحظة طلاب بس دقيقة. الرابط نزل على الكلاس، تقدرون تسجلون حضور، مو بعدين واحد يقول استاذ انا ما ادري ما قلت لنا، ما ربع ساعة يغلق الرابط. فسجلوا طلاب، سجلوا حضور. نرجع لموضوعنا. هذا الجدول قلنا هذا الكلمة هي شيت، هو شنو الشيت؟ انتبهوا، من راح اضغط على هناك علامة زائد، اضغط مرة ثانية ومرة ثالثة، راح يكون عندي اكثر من شيت. الشيت احنا نسميه هنا ورك شيت، ورقة عمل. هاي الورقة مثلا بيها جدول، وهاي الورقة الثانية بيها فارغة، خلينا نكتب بها كتابة بيها ربش، وهاي الورقة فارغة. من اتنقل بيناتهم طلاب الورك شيت، ليش شنو الفائدة منه؟ احيانا نشتغل، هسه خلي اشوف اذا قدرت اشوف لكم اياه. اكو هذا اكسل واضح قدامكم بورك شيت هوايه بالملون السرعه، واضح؟ لا عفوا استاذ، لا ماكو اي تلوين دي. ماكو اي. اوكي خلي اسوي شير مره لاخ. واضح هسه طلاب؟ واضح استاذ. شوفوا طلاب، العبره من الورك شيت، طبعا هذا نظام اسمه متابعه تنفيذ خطه، هذا انا مشتغله بايدي الطلاب، اشتغلت لشركه التامين الوطنيه ومربوط هو بالفيجوال بيسك حتى يكون اسهل على اليوزر، بس انتم جبت لكم بس الاكسل لانه موضوع الفيجوال بيسك ما يعنيكم. شوفوا طلاب اذا انتبهتوا هسه، مثلا كم ورك شيت عندي؟ عندي 12، وعندي هذا الاخير جداول فرغه ما لنا علاقه به. من جدول 12، من ورك شيت 12 اللي هو اسمه احصائيه شهر 12 الى احصائيه شهر 1،
معظم الخلايا اللي موجودة اللي تشوفوها معظم هاي الأرقام هي مرتبطة بعضها البعض وعبارة عن معادلات، لكن هذا موضوع ما يعنيكم. انتبهوا انتبهوا، أنا من دا أضغط هنا دا يطلع عندي عنوان معادلة، أنا بس دا أشوفكم يعني لا تخافون من الموضوع، شوفوا يعني تحسون به صعوبة. هسه من نجي على إحصائية شهر 2 نجي على الأقساط المتحققة هنا، انتبهوا هنا منين جايب، يقول لي E5 اللي هي هاي وينها، اللي هي هاي الخلية مختارينها احنا اللي فوقها العفو، اي يجمع لي هاي معادلة تجيب لي E5 منها، ومن E5 هاي هي ياخذها يخليها هنا ويجمع وياها E5 من إحصائية شهر 1. انتبهوا طلاب، وضرب وقسمة وجمع ومعادلات، هذا كلها أرقام لشركة بوزن شركة التأمين الوطنية العراقية اللي رأس مالها أحيانا للأرقام اللي تظهر، هذا كلها فلوس طلاب اللي شوفوها، تشوفون الأرقام مش قد كبيرة، هي عبارة عن مبالغ أحيانا توصل للمليارات. هذا موضوع متابعة تنفيذ خطة، قلت لكم أنا مشتغلة بتعاون طبعا، بدون أكو إجر مادية، التعاون اشتغلته اللي هم يا مجرد كتاب شكر حصلت عليه، ولكن هو يحسب جهد محسوب إليه، أحيانا توصل المبالغ اللي يشتغلوها بالمليارات، مع هذا يشتغلوها بنظام الأكسل. ليش؟ لأنه مثل ما قلنا الإمكانيات كلش عالية. أسد هذا النظام وأرجع أشير الأكسل مالتنا الفقير لله. طلاب شفتوا الشيت اللي شفناه بالبرنامج الخاص بالتأمين الوطني اللي اسمه متابعة تنفيذ خطة، موجود هنا، هاي مغيرين أسماءها كنا ومطيها ألوان حتى نميزها، هذا نسميها worksheet. قلت لكم أحيانا نقدر نربطها مع بعضها البعض، بس هذا موضوع يعني شوية متقدم بالنسبة لكم. هذا بالنسبة للworksheet، شلون اتنقل بيانات الورك شيت، يا اما بالماوس واضغط كليك، يا اما كنترول اللي هو مفتاح سترال تسموه CTRL، والبيج داون والبيج اب، نضغط الايد اليسرى او اليمنى، اضغط احد الاصابع اضغط بكنترول واضغط على بيج داون وبيج اب، اقدر اتنقل بيانات. هذا الورك شيت. زين طيب، هذه اسمها ورك شيت. الملف بالكامل اللي يحتوي هاي الثري ورك شيتس، ثري ورك شيت شنو العبره من شو نسميها؟ نسميه ورك بوك. يعني هنا هذا الورك شيت اسمه شيت 1، هذا الورك شيت اسمه شيت 2، اما الورك بوك اسمه تيبل دوت اكسل او شارح اكسل. اذا شوفوا هنا هذا اسم الورك بوك، عندنا كل ورك بوك واحد، كل ملف اكسل واحد يحتوي على اكثر من ورك شيت او على اكثر من ورقه عمل. هذا تكلم قلنا شنو الفرق بين الورك شيت والورك بوك. شلون نفتح من نريد نسوي ورك بوك؟ انتبهوا الطلاب، الورك بوك هو يحتوي اكثر من ورك شيت، من اريد اضغط افتح ورك بوك جديد، يا اما من البدايه مثل ما قلنا، يا اما كنترول ان. من اريد ورك شيت الورك شيت جديد او اسوي كنترول او، ومنها اقدر اختار اي ورك شيت، العفو اي ورك بوك اقدر اختاره منها ويفتح، وهذا متابعه تنفيذ الخطه اللي شفناها قبل شويه. طلاب لحد الان بعدنا ترى ما مشي. اي تفضلي بابا. قلت الورك بوك ينفتح بالكنترول ان والورك شيت ينفتح بالكنترول، لا اثنينها كنترول، الاثنين ورك بوك، بس الكنترول ان يعطيني واحد جديد، كنترول ان
تسمعيني؟ شو اسمك بابا؟ إيه نعم دكتور نور مأمون. نور، نور بابا. باي. من أقول كنترول إن ما أعرف مو أحيانا ما يظهر أمامكم. إذا انتبهتوا هسه تشوفون قدامكم ورك بوك بوك 3 لو لا نور بابا. ورك بوك 3 اكو شيت 1 وشيت 2 وشيت 3 بس لا ها اذا ما يظهر امامكم لي لازم اغلق واسوي شير مره الاخر. باي نور من اقول كنترول ان يفتح لي ورك بوك ثاني يعني ويطي فارغ ما لا يعني ما بي ما فارغ تماما بي ورك شيت 1 وانا اقدر اضيف له ورك شيت اعدل عليه او اضيف له اضيف ورك شيت واقدر اعدل واشتغل واربط. من اقول كنترول او يفتح لي ورك يفتح لي قائمه بها الورك بوك اللي انا مستخدمها اختار واحد منها وافتح هذا مثل الوورد. من اريد افتح ملف وورد جديد كنترول ان ما اتذكر بس من اقول له فايل اوبن تطلع قدامي الملفات الوورد اللي انا مستخدمها سابقا واقدر اختار منها. واضح نور؟ نور تسمعيني بابا؟ اي نعم دكتور فهمت. تمام هذا بالنسبه للورك شيت والورك بوك. لحد هنا طلاب انت بعد ما بدينا بالاكسل هذا كلها عموميات بدنا نحكي. لحد هنا واضح؟ يعني اذا ما واضح قولوا لي لا، اذا ظلنا ساكتين اعتبرها واضحه وانتقل للمرحله اللي بعدها. اوكي هسه شلون ندخل البيانات العفو شلون نقوم بادخال البيانات. البيانات نرجع لملفنا الاول هذا عندنا ارقام عندنا خلايا. هسه مثلا اريد اكتب اسم اي اسم هذا اسمي طارق. مجرد ان اشرت على الخليه قدرت اكتب بسهوله علي سوري. الادخال بعض اذا اريد اكتب 1978 1950 1952 مجرد ان اكتب اشير الخليه اقدر اضيف عليها نمسح. هذا بالنسبه لادخال البيانات. طبعا ادخال البيانات هذا هسه هم نرجع له مثلا اكتب 1.3 انتر انتبهوا طلاب بس من اريد احولها انتبهوا اجي لهنا اختار لونج ديت اختار لونج ديت واقول له 1.3 انتر هو طلع ربش لان المجال صغير خليه اكبر تبو بما انه انا ما حددت السنه اعطاني تاريخ من يمه هذا هم حدده لونج ديت 1.1.2020 لا عفوا ما اخذ ها طب الطلاب كتبت له 1/1/2020 بس انا لي انقلت له لونج ديت اخذها خلاها بهذا. فالادخال الادخال يعني هذا مو موضوع انا ما اريد اركز وياه هوايه. الادخال عندنا انواع عندنا احيانا ندخل جنرال نمبر
ناخذه الكرنسي الديت اكو شورت ديت اكو لونج ديت والتايم والبرسنتج الى اخره. هذا موضوع هسه سابق لاوانه ما نريد يعني ندخل به والصيف واسع عليكم. شلون ندخل البيانات؟ المفروض ادخال البيانات اعشر على الخليه واكتب، هذا مختصر مفيد. شلون اسوي ادخال بيانات؟ اعشر الخليه بالماوس واكتب واكتب يصير ادخال. طلاب شلون اسيف هسه؟ هذا اني كملت جدول اليوم، قمت بادخال سويت جدول بسيط باسم الطالب، هذول الطلاب دراسات عليا كل باول عمود بالجدول هو التسلسل، الثاني عمود هو اسم الطالب، اذا كان موظف قومي نعم، اذا نعم اكتب لي وين بالصحه او بالتعليم، اكتب كلا قناه القبول هي هاي، امتياز هو داخل الخطه ذول خارج الخطه، هذول اللي كم واللي اجل كمل سنه لهم عندين دبلوم واثنين دكتوراه. كملت انا الادخال اليوم لهنا واريد اسيف هذا الجدول، اريد اخزنه. بما انه انا خازنه مسبقا باسم تيبل، مجرد اضغط هنا على هذا القرص سيف راح يخزن. او اريد اخزنه باسم، او اذا انا دا اشتغل للمره الاولى اقول له فايل سيف از براو، اختار المكان مكان الفتح والخزن. يعني تعرفون اكو طلاب بالامتحان سو صح في خزن بالمكان اللي محدد الاستاذ قال له اخزن لي بفلان مكان، فهذا موضوع جدا مهم. طلاب موضوع الحاسبات خصوصا ما اريد احكي عن الاكسل، موضوع الاكسل موضوع جدا سهل جدا سهل بس يحتاج تطبيق. انا اذا تتذكرون قلت لكم يا حكايه بالكورس الاول، قلت لكم الحاسبات تحتاج واحد نسميه بالعاميه يبحوش، يقعد يبحوش يقعد يكتب يضيف يطبق. اكثركم راح يقول حاسبه ما عندي، المختبر موجود وست صورات تسمعني. اي طالب يجي يريد يطبق بالمختبر من حقه احنا نسمح له يدخل ويطبق، الا اذا اكو كانت اكو توجيهات من العماده او شيء او صيانه او غيرها. سسرة تسمعيني؟ وياك استاذ موجود. الطلاب بامكانهم يدخلون باي وقت للمختبر ضمن الدوام، طبعا اقصد ضمن الدوام. أي. ضمن الدوام تقدرون تروحون والبنات موجودات وامكانياتهم حلوه، ست لبنى وست ترى ما يقصرون، واي سؤال هم جاهزين والمختبر مفتوح تقدرون تطبقون. طلاب لانه على اي لحظه يقول لك الامتحان حضوري، واحنا نعرف بالامتحان الالكتروني حتى لا توقعون المطر. نرجع الموضوع فشلون نسيف فايل ونختار المكان البارتيشن اللي نخليه سيف از براوز، من راح نضغط براوز حيحدد لنا تطلع لنا هاي الجهه اللي على اليسرى اي بارتيشن واخزن الشغل مالتي على هذا البارتيشن واعطي اسم. يفضل ان تكون اسامي شلون انا شفته ذاك الملف اللي شفناه ابو ال 12 ورك شيتس، هذا تسميه متابعة تقرير خطة، لأن هم الشغل هذا اللي يسموه شغله اسمه متابعة تقرير خطة، وأكو ملفات ثانية لها. تمام، عرفنا شلون نفتح، عرفنا شلون نخزن، موضوع جدا سهل. مجرد أن نأشر الخلية نضغط ونكتب هو راح يكون إدخال البيانات. طبعا لازم اسيف قبل لا اغلق، العفو لازم قبل الغلق لازم اكو خزن حتى الشغل. اذا كنت خازنه بدم سابق اضغط هذا القرص الواضح هنا او كنترول اس من لوحه المفاتيح، واذا تشوفون انا من اشر على هذا القرص يطلع لي سيف من قوسين كنترول اس، او عندي سيف ايضا هنا اقدر اخزن اذا خازن مسبقا، واذا ما مطي اسم
اقول له سيف از واحدد البارتيشن وانطي الاسم واخزن. هذا بالنسبه للغلق، شلون نغلق الملف؟ قبل الغلق قلنا نخزن يا اما من اضغط العفو كرول مضغط هذا الاكس نضغط ونضغط على بالماوس على الاكس هو حينغلق، او نجي الى التاسك بار الى شريط المهام ونأشر ونضغط اكس ايضا، او نأشر على هذا ونضغط كليك هنا وكلوز ويندوز، والافضل ان نضغط على المفتاح اكس، ولكن يجب ان تخزن قبل الغلق. واذا نسيت ما خزنت وغلقت وقال لك انت متاكد تريد تخزن التغييرات، اذا قلت له لا معناها كل شغلك يروح. يفضل حتى لا توقع بهالمطب اخزن قبل لا تغلق. طلاب ماشي الامور؟ لو اكو صارت هوسه شويه صراحه واحد يجاوبني. احمد الله من يجاوبني؟ علي حسن. علي علي شو عبالك نايم انت؟ وين ماشي الامور علي؟ لا ماشي يلا ماشي يلا يا ريت اشرح لي على اشرح لي على الغلق. على الغلق تقدر تغلق من كل ما تغلق لازم تحفظ، تقدر تحفظ من هذا القوس الموجود لي فوق او بكنترول اس. اذا جديد حفظ السيف اس وبروز، اذا مو جديد حفظ من القوس واطلع. اهم شيء تحفظ قبل ما تطلع. تمام انت شلونك بالحاسبات علي؟ اني جنت لا بشكل عام بشكل عام عوف عوف الماده، مو بدي احكي على الماده بشكل عام. تشتغل على الحاسب وشو جدا على الامبورت. هذا وضحت، هاي هي وصلت الصورة وضحت. وادي نايم بس ما يخاف. لا مو شوف ما الواحد منتبه لو ما الواحد يعرف مسبقا، فمثل ما توقع ما يعرف مسبقا يعرف مسبقا ايه مثل ما توقع. يلا نعم اذا يعرف مسبقا هم الحمد لله. يلا بالتوفيق. نرجع الموضوعنا. الموضوع عندنا وين صرنا؟ للغلق. عندنا بس الفورماتينج. الفورماتينج ما راح ادخل بها بالتفصيل بس راح اخذها فورماتينج. طلاب تابعوا على هذا الجدول. هو هذا جدول بس اولا كل من الناحية الجمالية شكله جدا بائس، الأحجام تختلف، الحروف تختلف، تنظيم الخلايا تعبان، الألاينمنت اللي هي المحاذاة هذا الرقم باليمين هذا الرقم بالأسفل وهذا الرقم بالأعلى، الكلمات نفس الشيء، الأحجام تختلف بيها بولد. الأكسل العبرة منه إذا شفتوا بذاك اللي فتحناه التقرير متابعة الخطة، كنا مطين ألوان حتى لبعض الأعمدة لبعض الصفوف للتمييز، مو بس للجمالية للتمييز حتى أميز. مثلا أجي هذا الخط هو عناوين، هذا السطر هذا الصف هو عناوين، يفضل أنطي لون يختلف، خلي أعطي لون سمائي فاتح أو سماعي عادي تقريبا. هذا لون أنه هذا العناوين وهذه هي الكونتينت المحتويات. مين أخذت الألوان؟ تفضل الهوم المنيو بار الهوم بيها فونت يتحكم بالخطوط والألايمنت يتحكم بالخطوط وما يخصها، مثلا هاي تتحكم بالباك جراوند في الكلام، هذه تتحكم بالخلايا، هذا يتحكم بلون الخط نفسه فونت كلر. يعني مثلا هذا الخاص كلمة الخاص
أو خلي أغير ونختار لون أحمر منه، شوفوا هذا صار لونه أحمر، هذا نرجع له بالمستقبل. فاختارينا اللون، اللون حددنا لون حتى يكون واضح. زين هذه كلها هنا سنة القبول، شوفوا هنا 2019 2018 سطر واحد، هنا شيء فوق شيء، ليش؟ لأن هنا الحجم 10، هنا الحجم أيضا 10، ولكن بما أنه لون نوع الخط الجيريان يختلف عن الجنسية يختلف ياخذ حجم مغاير، فأفضل أكبر الخط حتى تكون كلها شكل صف، يعني هسه هذا العمود نوعا ما ترتب. قلت لكم الفورماتينج أو التنسيقات بالأكسل مهمة جدا جدا جدا، ليش؟ لسببين. الأول هو هي من يكون أكو قدامك جدول حلو ومرتب حتى واهسلك، بس اثنين حتى نميز نقدر نشتغل جمالية مع التمييز جدا مهمة، خصوصا قد تكون يعني شنو أميز، هو هنا كلهن قدامي كلهن سبع صفوف وتقريبا اثنين أربعة ستة وثمان عمدة يعني شنو، لكن إذا يكون عندك فد قيود لألف وكسر طالب مثل ما أكو قيودكم اللي موجودة بشعبة التسجيل، تعرفون يعني أنا كنت مدير التسجيل بكليتكم بس بالأربع سنوات السابقة، شغلنا كله بشعبة التسجيل هو يكون بنظام الأكسل تقريبا، معظم شغلنا أكسل وورد، بس الوورد بس طباعة الكتب الرسمية، بس كأوليات لكم من ملفات إلى بيانات إلى احتساب معدلات إلى درجات، كلها هاي تكون بالأكسل حتى احتساب معدلاتكم التراكمية. وبالمناسبة جبناها على التسجيل، احنا للأربع سنوات السابقة كليتنا كشعبة التسجيل هذا شيء يعني راح تقولون يفتخر لأنه هو مدير تسجيل، نعم طلعنا الأول على الجامعة المستنصرية، طلعنا من يعني طلاب، يعني نسيت أنا أنه أشكر دكتور حسين بالبداية لأنه حقيقة بالكورس الأول شال جزء كبير من المادة، وبهذا الكورس بيني وبينكم هم راح أخليه يشيل جزء كبير من المادة، لأن مثل ما تعرفون أنا سابقا مدير تسجيل حاليا مدير الدراسات العليا بالكلية، فالعمى إضافة إلى طالب دكتوراه فوقت كل قليل، فحسين مشكورا أنه هو دا يأخذ جزء كبير من المادة تكون على عاتقه، فأني هو ما كانكم يعني أنا جدا ممنون للدكتور حسين، ودكتور حسين واحد من الناس أو من الزملاء اللي إمكانياتهم عالية في مجال اختصاصه، هو خريج أمريكا مثل ما عندنا زملائنا البقية أستاذ عارف وأستاذ هاشم، أستاذ عارف يمكن تعرفه أيضا جدا متميز في مجال اختصاصه وبارع، ف اثنينهم أنا كنت أدب عليهم جزء كبير من المادة لأن أنا عندي مسؤوليات الإدارية تأخذ مني وقت جدا هواية، هذا مو موضوعكم بس يعني نوع من العرفان لهم أنه أذكرهم بخير أو أكون ممتن لهم حتى في غيابهم. أرجع موضوعنا، هذا الجدول نرجع هسه لشريط العنوان بعد هسه، هذا شنو الأرقام خربطة واحد يمنا واحد جوا، أجي هنا هاي أكو شيء اسمه alignment، alignment طبعاً alignment له alignment أولاً منه شوفوا center، أنا أشرتهم طلع selection أنا ما حكيت عنه، كل عمل أسويها بالأكسل لازم أكو يسبق سلكشن، السلكشن الاختيار يا أما اختيار عند أختار بالماوس، هسه تعرفون طلاب أكو واحد ما يعرف يسوي سلكشن رجاء، اللي ما يعرف خلي يقول لي، اللي ما يعرف يأشر بالماوس أكثر من خليه خلي يقول لي حتى نركز عليها نعيدها كل زين، أنا من ما حد ما يجاوبني أعتبركم تعرفون. إذا نرجع للموضوعنا، كل عملية نسويها بالأكسل لازم تسبقها سلكشن، مثلا
هسه هذول هاي الارقام اريدها تكون متوسطه، اريدها تكون كلها بالوسط، وتاخذ حجم واحد وتاخذ الاينمنت يعني محاذاه الشين رقم الاربعه اللي هي صاعده فوق ولا نزله جوا ولا ماخذه يمنه ولا ماخذه يسرى، الاربعه والعشره، في حين التسعه اولا صاعده لي فوق وماخذه الجانب الايسر، وهاي الثلاث ارقام نازله لي جوا وماخذه الجانب الايمن، حتى اوحدهم شو اسوي؟ اسوي سلكشن لهم، اختارهم الطرف اللي اسأله فوق، اضغط هذا ايضا سنتر ميدل الاين يعني محاضرات بالوسط، انتبهوا الطلاب اخذوا شكل مرتب بال او عايز. واضح؟ زين، بعد اوحد الخط مالتهم خلي وليكن 12 هو المعتاد احنا نشتغل عليه، هذا 12 تبع طلاب صارت 12. الاسامي ايضا قسم ماخذين محاذاتهم تختلف، اخليهم كلهم بالسنتر وايضا اخذهم بالسنتر واعطيهم حجم واحد اللي هو 12، ماخذ 12 نوع الخط تايمز نيو رومان، وهذا ايضا اخلي نوع الخط ايضا تايمز نيو رومان. حلو، هسه صار عندي نوع الخط والحجم مساوي، لكن هنا انتظروا هذا الاسم شويه يعني صاير عمو يعني الحقل من كفي اكبر منه شويه، اما بايدي او اضغط دبل كليك، فصار عندي هذا ايضا وهكذا. هذا بالنسبه للمحاذاه والنوع الخط والحجم، فخلي اسوي البقيه كلهم، اسوي لهم سلكشن مره واحده، حتى ليش انا اخذ عمود عمود، انا اشتغلت العمودين الاولى حتى تكون واحد. اول ما اجي على حجم الخط الطيف 12، تروح تقولون مو هو كان 12، لا مو كلهم كانوا 12. نوع الخط خلي اختار تايمز نيو رومانز، انتبهوا الخطوط اختلفت وخصوصا الارقام، والحجم اختلف. المحاذاه اضغط يمنى حتى اتاكد من الكل صار بالوسط، وايضا بقى عندي بس سنه القبول، الحقل مالتها ما يكفي، فاضغط على منا واقول له دبل كليك، اخذ اوتوماتيكلي اخذ الحجم المناسب. ويفضل انه على كل عمود تضغط دبل كليك على الجهة الثانية حتى ياخذ الحجم المناسب. تمام، هنا واضح. هسه هذا بعد ما كملنا، هنا واضح طلاب؟ اذكر واضح. تمام، شكرا نور. ابو الفوتوشوب علي مو؟ علي. علي شنو؟ الدكتور مو عيني، قول نعم، يلا مو مشكلة. نعم. واضح علي ولا بعدك نايم؟ يلا. بس تسمع، أنا نايم بس مستمع. زين، يلا، نعم. واضح. يلا، سد المايك علي، شكرا. هسه احنا البودي للجدول وحدناه، بقى عندنا شريط الصف هذا الخاص بالعناوين، ايضا الخطوط مختلفه والاحجام مختلفه والالاينمنت مختلفه، اجي اسوي نوع الخط ايضا اختار تايمز نيو رومانز، عم يعني بكيفك، بس انا دا اقول يعني هو شويه اكثر رسمي التايمز نيو رومان، واعطي 12 واعطي الالاينمنت الوسط ايضا، ارجع اضغط دبل كليك، يعني صار الجدول نوعا ما ارتب ولكن اكو اسم تبع الطلاب. هاي مبدئيا الفورماتينج، انتبهوا شوفوا هذه الثلاث مفاتيح لهنا، هذا شوفوا شنو هذا، اقدر بالنسبه للفيو اصغرها او اكبرها، هذا هنا يظهر لي الاكسل على شكل صفحات، هذا يظهر لي الاكسل
على شكل صفحات. العفو مو هذا الاوبشن الاخير بالوسط، هذا النورمال وهذا الطبيعي، هذا يظهر على شكل صفحات. يعني هسه من اقول لك كنترول بي من اريد اطبع يطلع لي الطباعه بهالشكل هذا بالصفحه. انتبهوا اوكي. لكن انتبهوا هنا حتى ماكو فواصل بين بين الخلايا والاعمده والصفوف. طيب ما هي هاي فواصل؟ هاي الفواصل او هاي الخطوط الموجوده هاي خطوط وهميه تسهل العمل. طيب انا اريد تكون الجدول بحدود، هسه نجيها. هذا تشوفون ظهر لي كلها ظللها باللون الرمادي، بس هاي باللون الابيض، بس تكون عليها مو اللون الرمادي، الالوان الطبيعيه. هاي نسميها البرنت اريا. يعني من راح اقول لك كنترول بي او اطبع على ورق يظهر لي بس هذا، هذا كله ما يظهر، وهذا النورمال. طيب احنا شفنا هسه اريد اسوي الصف هذا الاول، اريد اخلي بيناته فواصل. اجي هنا تبع طلاب، هذا البوتوم بوردر، اضغط مور بوردر، انا دائما اخليه اختار هذا الحد الرفيع كلش، هذا يكون داخل. طب صارت اكو فواصل ولكن فقط لل قولوا وياي لشريط لصف العناوين. طيب بالبقيه ايضا اسوي له سلكشن بالكامل. هذا بما انه ايضا منه اختار هذا المربع، اختار هذا، صارت اكو فواصل كامله. هسه من اقول لك كنترول بي ظهرت هاي الفواصل. طبعا بالمعاينة احيانا ما تظهر كاملة، ولكن بالورقة اكيد راح تكون الفواصل الكاملة 100%. خلي اشوف شنو بعد عندنا. طلاب هاي نظرة سريعة ان شاء الله اوصل دكتور حسين، نحاول نكررها ما تكلمنا عنه، نكرر بالمحاضرات الجاية. مو تكون محاضرة مختصة 100% بهذا الموضوع، ولكن بشكل يعني مقدمات نحكي على الإدخال والفورماتين والوركشيت والوركبوك والأعمدة والصفوف والعناوين. المعادلات هذا موضوع ثاني ناخذه بالمستقبل.